بالنسبه للرواق اللي كتشوفوا الان رواق التخصيص في الوسط المدرسي فهو كيعكس جهود المديريه العامه للامن الوطني منذ 5 سنوات في تحسيس وتوعيه الناشئه المغربيه ضد مجموعه ديال الافات كما كتشوفوا يعني في الخلفيه افات المخدرات العنف المدرسي الشغب الرياضي الاعتداءات الجنسيه جرائم معلوميات كذلك هناك جهود لتحسيس العناية بالبيئة كذلك بعض السلوكيات الوقائية اللي تقدر تكون آلية للوقاية من الحوادث أو الاعتداءات المختلفة. هذه الجهود التي تتم عن طريق خيرات الأطر الأمنية بالمؤسسة التعليمية المغربية فهي ترمي إلى تحسين النشئة لأن عماد المستقبل ومغرب الغادرة يعني سيكون بنشئة اليوم كذلك ترمي إلى انصات الاحتياجات الامنيه للطلبه والتلاميذ والاطر التربويه والاجهزه الاداريه داخل المؤسسه التعليميه في اطار ما يسمى الانتاج المشترك الامن ان الشرطه المغربيه شرطه مجتمعيه انتاج الامن يتم بالتشاور والتقاسم مع جميع الفاعلين في المجتمع.